سلام ومرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو. اليوم على فيديو على تارجت ترينين اللي ديجا كنت عملت عليه واحد لا فيديو قبل، اللي هو التمرين ديال التركيز على الهدف اللي كنستعملوا فيه ديك ستيك او ديك العصا الرقيقه. سويت هاد التارجت ترينين اولا هاد التمارين ديال التوجيه او الاستهداف، لو بغينا نقولو بالعربية. هذا كيتعد واحد من يعني من ابسط المفاهيم واسهل المفاهيم لاي حيوان باش يتعلمها، وهو الشيء اللي عالميا كيعملوا كل مدرب لاي نوع او فصيله من الحيوانات قبل ما كننتقلوا الى حيل اكثر تعقيد بالنسبه لذاك الحيوان. يعني الحيله كتكون معقده بالنسبه ليه هو، المفهوم ديالو باش يفهمها كتكون معقده. هاد تارجت ترينين او هاد التدريب تاع التوجيه او الاستهداف هو واحد الحاجه اللي بسيطه بالنسبه له باش يفهمها، كيف ما بغى يكون الحيوان. ومنهم الببغاوات اللي هما عليهم احنا كنتكلموا. انا ديجا كنت تكلمت على هذا الشيء، هذا وريتكم يعني بالتفصيل الممل كيفاش كنعمل التارجت ترينين، وخديت وقت طويل في ديك لا فيديو باش نوريكم يعني ادق التفاصيل، مع انه ما خصنيش ندير داك الوقت كامل، مي باش يعني نوضح الامور. اشنو هو التارجت ترينين؟ هاد التمرين هو سهل بسيط، هو توجيه اي جزء من جسم هذا الحيوان، اي يعني الجسم ديالو كامل كنوجهوه نحو شيء ما. وفي هذه الحاله بالنسبه للطيور احنا كنحاول نوجهو المنقار يعني ديال الطائر تجاه النهايه ديال ديك العصا او الستيك. يعني سيمبل، ماشي شي حاجه اللي كومبليكي. بالنسبه للعصا فاحنا ماشي بحاجه لاي شيء يعني خاص او خيالي، فكل ما كنحتاج له هو عصا خشبيه مستقيمه نستعملها ونعلم الطائر استهداف النهايه تاعها. بالنسبه لديك العصا ممكن تستعملوا اي عصا. انا قبل كنت كنستعمل غير واحد العصا ديال المغرف اللي كنغرفوا بها الاكل، هذيك الخشبيه كنت كنستعملها حتى هرسوها لي الببغاوات، كنهرسها لي شي واحد. دابا جبت هادو صراحه زوينين. ممكن تستعملوا دوك العصاي ديال الاكل تشاينيز فود ديال الاكل الصيني. المهم عصا تكون مستقيمه رقيقه، النهايه ديالها رقيقه، يعني ما محتاجاش شي حاجه اللي سبيسيال. فنرجعوا للموضوع ديالنا، اشنو الهدف من هذا الشيء كامله؟ ف كل ما كنعملو هو تعليم الطائر لمس المنقار تاعو بالعصا. كيفاش غادي يساعدنا هذا الشيء هذا؟ علاش حنا باغيين نديرو هذا الشيء هذا؟ وكيفاش غيوصلنا للهدف اللي باغيينه؟ والاجابه على هذا الشيء هي ان هذا التدريب هو الاساس، هو لا باز، اتس ذا بيز.
لجميع التدريبات المعقده والمفاهيم الاخرى اللي غادي تجي من بعد. فهاد التدريب المستهدف او التوجيه هو اللي كيساعد الطائر على تحريك الجسم ديالو بالطريقه اللي بغيناها حنا من اجل الحصول على واحد السلوك. والسبب الثاني هو ان الطيور غير قادره على القيام باشياء معقده فورا، ما كيفهمش كيفيه العمل من اجل الحصول على المكافاه. وهذا التدريب المستهدف هو الابسط يعني اولا ابسط طريقه باش نبداو ندخلوا هذا المفهوم في الذهن تاعو ونجعلو يفهم العمل من اجل المكافاه، العمل من اجل المكافاه. الشيء التالي وهو جد مهم ايضا فاش كنقومو بهذا التدريب هو المده، مده الحصص التدريبيه. فالطيور كتستمتع باهتمام او لك تعطيك واحد التركيز ديال مده من حوالي يعني من حوالي 5 حتى 15 دقيقه، هذا الماكسيموم عندها كتركز معاك فقط. يمكن بعض الطيور تكون عندها فترات اهتمام وتركيز اكثر، ولكن الشيء المهم هو اننا ما خصناش ندربهم لفتره طويله حتى يجي لهم التوتر والتعب والاحباط في النهايه ديال ديك الحصه التدريبيه. هذا الشيء يعني هو اخر حاجه ممكن تقوم بها، حيت غتكون ليها فعلا اثار مدمره على نفسيه الطائر. فمثلا اذا كنت انت في حصه تدريبيه، انت في حصه تدريبيه مع شخص اخر وتصبتي بالتعب وجاك البؤس وجاك الاحباط، فانت ما غاديش ترغب في العوده والعمل او فعل داك الامر او داك التدريب مره اخرى، واخا كميه الاكل اللي غيعطيك ما غتهمكش لحقاش مريتي بواحد الاوقات سيئه. وهذا الشيء هذا هو اللي نطبقه على الطائر، ديما نحط نفسي في مكانه. بالنسبه للطيور ديالي فهي اول ما كنبداو التدريب كيكونوا فرحانين، كيكونوا باغيين يعملوا التمارين، وممكن يفوتوا 15 دقيقه. ولكن اذا الطائر بدا اصدار اصوات صفير او جعير او يشوف النظر حوله بحال هكا، فغير نهي ديك الحصه لان الطائر غير متحمس للتدريب. واذا وصلتي الضغط عليه غادي يبدا يشعر كما قلت لكم بالاحباط وما غيرغبش في اكمال التدريب او العوده مره اخرى. اذا فمده التدريب او جلسه التدريب يجب الا تتجاوز 5 دقائق. انا شخصيا كنعمل مع طيوري دقيقتين فقط، مع انه طيوري كيكونوا متحمسين لاخاش كيعرفوا ان هذيك الجزء من اليوم هو احسن جزء عندهم لحقاش كيحصلوا على داكشي اللي بغاو. كنعطيهم داكشي اللي باغين، كاع دوك المكافئات اللي كيبغيو كنعطيها لهم في داك الجزء. مع الطيور غير مروضه وما معلماش التدريب من قبل، فحنا ما نتجاوزوش كما قلت لكم 5 دقائق. حتى وان لم تلاحظ اي تقدم فاعلم ان الطائر بدا يفهم ما هي جلسه التدريب. وفين تيكون عندك طائر تيقوم بالتدريب فتره اطول يعني قليلا، فلانه فهم شنو طاري لحقاش كيستمتع ويعلم جيدا ان التدريب هو احد افضل اجزاء اليوم كما قلت لكم. فتخصيص هذا الوقت القصير فقط كما قلت لكم مع الطيور اللي غير مدربه في البدايه فهو يؤتي ثماره على المدى الطويل. فحنا ما بغيناش نجبروهم على شي حاجه ونخليوهم مرهقين ومتعبين في نهايه كل حصه. فهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم اليوم يعني كمعلومات مكمله لذاك الفيديو السابق. هذاك الفيديو السابق كنت عملت فيه مع يويو السنغالي، هذا الفيديو عملت فيه مع هاد لاف بيرد
هاد الصغيورين، مع انه غادي تشوفوهم شويه ما متحمسينش لانه طرات لهم واحد الحادثه. ف السنغالي ديالي يعني عض واحد فيهم وشويه اغريسيف معاهم يعني، فانا شويه حتى انا داروا لي التوتر يعني. دابا كنقلب على الحل، ما بغاهمش اليو السنغالي، ما بغاش هاد الطيور هادو. مي anyway حاولت انني نعمل معاهم جلسه قصيره غير مع واحد فيهم، الاخر باقي مشوكي. ف هذا ما كان. ان شاء الله الفيديو القادم غادي نشوف وحتى بالنسبه لاشنو غادي نعمل معاهم كذلك نقدر نصور كيفاش غادي نعالج المشكل. وهذا ما كان بالنسبه لهاد لا فيديو، كنتمنى يعني تكونوا كتستافدوا معايا وتطبقوا هادشي اللي كنقول لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا.